وختام محطتنا الصباحية سلمى رح تكون ثقافية ورح نروح للكتابة والشعر يلي هي أكيد جزء من أي عمل ممكن يضوي على أي ناحية من نواحي الحياة سواء كانت سلبية أم إيجابية. اليوم معنا ضيفتنا مذيعة بالمركز الإذاعي والتلفزيوني بطرطوس وهي معدة ومقدمة برامج ومراسلة ببرنامج مراسلون على السورية. يا سلمى أكيد هايدي اليوم رح نتعرف أكثر عن زميلة لنا عن قرب، مو بس عم بتقوم بواجبها وأداء المهني كإعلامية ولكن أيضا إلى دور آخر من خلال كتابة الشعر الواقعي. كانت كل حالة عم بتمر فيها سوريا إلى وقع الخاص بنفسها اللي عبرت عنها بمجموعة من الكتابات والأشعار، رح نتعرف أكثر عليها اليوم بوجه آخر مختلف بعيدا عن ما تتابعونه أو تعرفونه عن رشا النقريخ أمام الكاميرا اللي هي ضيفتنا اليوم. بدنا نقول أهلا وسهلا فيكي والحمد لله على السلامة. أهلا وسهلا فيكي، أكيد جيتي من أهلا وسهلا فيكي هاي سلمى. أهلا وسهلا فيكي هايدي أكيد، وصباح الخير وصباحنا غير دائما من الشام. الشام اليوم منحيي كل المشاهدين هيك، وأنا جاي على الطريق كتبت شيء فيني أقوله؟ أكيد تفضل. كتبت بتضلك حلوة يا شام مهما قست الأيام، شوارعك بالحب مزينة وسماكي بالعز معنونة، يسعد صباحك يا شام. أكيد يسعد صباحكم وصباح كل المشاهدين. صباحك. خلينا بالبداية رشا نحكي عن بداياتك بالكتابة والشعر، شو بتخبرينا؟ هلا إذا بدنا نقول بدايات الكتابة والشعر، يعني دائما الناس بتقول أنا كتبت بعمر صغير، بس أنا ما كتبت بعمر صغير حقيقة. كنت عم بخضع لدورات تدريبية بالإعلام، فمن خلال التدريب على فنون التحرير حسيت أنه أنا وقت بدي أجي أكتب المادة دائما هيك باخذ زاوية وبستفيد كتير، يعني اكتشفت أنه أنا ممكن أنه يكون عندي هذا الحس أو هون إبداع بشيء معين، بس أنا حلمي كان هو التقديم يعني أكثر، فما أخذت كتير هذا الجانب بعين الاعتبار. وقت صارت الحرب فقدت أخي الله يرحمه الشهيد أزاد النقري رحمه لروحه، وخالي أيضا الشهيد محمد الديوم، صار عندي حزن وألم وقعدي بالبيت ده، يعني كمان وقف طموحي بوقت معين، ما فينا نشتغل لأنه في أحداث وكتير الأمور كانت صعبة. هذا الحكي بال 2011-2012، ففتحت اللابتوب وصرت هيك يعني أنا ورفقاتي على الفيس أو أنا الناس اللي أعرفها أو ما بعرفها نتشارك شوية جمل. الجمل تطورت وصارت قصص، وصاروا يطالبوني انه اكتبي لنا قصه واثنين وثلاثه، فصرت اكتب قصص من الواقع مع افكاري وطموحاتي وارائي عن الحياه وعن الوطن، دائما يكون في امل يعني هون. وتابعت بقصه الكتابه كمان، وقفت بفتره الشغل، صار في طاقه بقى انت عم تعطيها بمكان ثاني. هون كمان صرت بالكورونا رجع لي هذا الزخم، صرت اكتب عن يومياتنا بالكورونا شو عم بيصير فينا لحظه بلحظه، يعني مثل كانه حدا عم يكتب وصيته بصراحه، يعني كثير كان الوقت ضاغط. فدائما الكتابه هي كانت ملجئي وقت انا بحس بالالم وبالحزن، بس تطورت معي القصه لحد ما صارت اخذتني وامتلكتني، فكتبت نص بيعبر عن الكتابه يعني كيف هيك صرت حس فيها وقد ايه صارت قريبه مني. كتبت نص اسمه ريبه، بالأمس علمت أن أحدهم اعتاد الكتابة ففاجأ من حوله بالجنون فأخذه الموت قبل أن يضيع بين شوارع الأرض والسماء. شعرت بريبة لا أعرف لماذا، سألت بنفسي لماذا كانت نهايته الجنون؟ هل لأنه حرر نفسه وواقعه وأحلامه وأفكاره وتمرده على الورق؟ رآها بأم العين فضاع بزحامها ولم يجد شيئا منها سوى روحه المتعبة وجسده الذي كبر فقط. يعني اللي بيتعود الكتابة دائما بيحس بهي انه دائما في روحه تعبانة قد ما هي فعلا صعبة، لانه هي دائما بدها تكون الكلمات صادقة، بدها تكون القصص كثير واقعية. طيب رشا خلينا كمان اليوم نحكي مو بس كتابة شعر وخواطر، ايضا عم نشوف في شيء مؤلفات يعني نشرت اليك منها رصاص وقيصر، خلينا نتعرف اكثر على بعض المواضيع اللي نضجت لصارت كتيب ونشرت. هلا اول قصه كتبتها انا، يعني اول جمله كتبتها بصراحه على صفحات التواصل الاجتماعي، ما فيني انكر انه صفحات التواصل الاجتماعي كثير عطتني. انا ما بكتب لحالي، يعني انا ماني حدا بحب يقعد بمقهى ويكتب، انا دائما بكتب على صفحتي على الفيسبوك. فكتبت اول جمله كتبتها: ليلى تبحث عن الذئب في الغابه، اومت ليلى وشاحها الاحمر فتبعها الذئب لتنزش الحكايه، وعندما وصل الوشاح لم يجد ليلى، أنا ليلى التي تبحث عن الذئب في الغابة. يعني هاي كانت أول جملة وبقى بدأت أكتب. كتبت يعني كفيت القصة
كتبت يعني قصة ليلى تبحث عن الذئب في الغابة، وصرت أكتب قصص كتير. فالكتب اللي أنا نشرتها صرت أنشر قصة من الحرب، يعني من اللي كتبتهم بال 2012-2013 مع المقالات اللي هي بتضم الواقع اللي نحن عايشينه من بعد الكورونا. ورصاص وقيصر هو بيحكي عن قصة من الحرب، وبيحكي عن يعني الألم اللي حطه قانون قيصر بقلبنا، الأحداث اللي صارت ممكن هي فلاشات مثل مثلا متسولون على مفرق الحياة، ممكن مقعد، ممكن صبر جميل، القافلة تسير والكلاب في رحلة استجمام، هي كلياتها عبارة عن عناوين من الواقع الحياة. يعني أنا كمان بشتغل بالإعلام، وغير هيك كمان أنا حدا عايش بالحياة، يعني إذا مشيت ممكن صورة تستفزني تخليني أكتب. كتبت القافلة تسير والكلاب في رحلة استجمام، الحقيقة منظر كلب استفزني طالع من سيارة، فأنا قلت الناس عم تدور على وقود وعم تدور على خبز والكلاب رايحة برحلة استجمام، يعني هون دائما العناوين عم تجيني من الواقع هون القصة. فقصة ليلى تبحث عن الذئب في الغابة هي الحقيقة كان لها وقع كتير على نفسي، لأنه هي أول قصة كتبتها عبرت عن المرأة، فيني أقرأ هون كيف تحولت مع القصص. عروس الصباح باتت أرملة المساء، أشعار الغابة استحضرت مقاعد الدراسة، غادرت ليلى لأنها أحبت أن تبقى إنسانة، ليلى من عرفت أن الموت سلام والرعب آلام، طلقة واحدة تريح ليلى لكنها لم ترح الوطن، ليلى من عرفت أن الذئب لم يأكلها بالنهاية، هكذا تقول الحكاية. قبل أن تعرف ذئاب المدينة قبلت أن تكون حسناء الوحش وليلى الذئب، ولكن ليست ضحية الدمارة. يعني هون المشاعر اللي عاشتها المرأة ممكن كتير مرت بقصص بحياتها، وهلأ كمان احنا مقبلين على بعد أيام على عيد المرأة، فأكيد من عايد كل النساء، نساء سوريات لهم أقوياء كتير، أكيد موجه لهم كل التحية. أكيد. يعني رشا كمان هون عم نشوف في كتاب بعنوان البكاء دمعة واحدة، دفعة واحدة، دفعة واحدة، كأني انتبهت عم تحكي شيء عن الكورونا والحجر، تخبرينا عن شو الأفكار اللي طبعا البكاء دفعة واحدة هو بيحمل قصة ليلى تبحث عن الذئب في الغابة، مثل ما قلنا الدمج بين الماضي والحاضر حتى ما يكون في ملل عند القارئ، لأنه نحن كجيل عشنا الحرب فهي ذاكرة مملة بالنسبة لنا، ولكن للأجيال القادمة هي توثيق. فهي بتحمل قصة من الماضي وبتحكي عن الكورونا. أنا وقت بلشت أكتب المقالات كتبتها بموقع الياقوت السوري، أكيد كمان وجه تحية للزميل حاتم موسى، شجعني قال لي شو رأيك تعملي كتاب، لأنه صاروا كتار، أنا ما كان خاطر عبالي بصراحة القصة أبدا يعني. فقلت إيه، بيوثقوا مرحلة، يعني مثل ما بنسمع نحن عن داء الكوليرا اللي هو راحت ضحايا كتير الناس بدول معينة، فأنا قلت ليش لا، ليش ما بنحكي عن الكورونا اللي هي كانت فيها كتير قصص. هلأ ممكن نحن عشنا الحجر المنزلي عنوان بسيط بحياتنا، ولكن بالنسبة للأجيال القادمة هو بيحكي عن فترة من الزمن. فأنا حبيت وثق بصراحة، أو لقى أصداء كتير حلوة. من هون فعلا بوجه تحية لكل الناس اللي شجعوني ودعموني، أهلي، زوجي، والدتي، أيضا رفقاتي، يعني إذا بدي أحكي كمان يعني الثقافي أكثر، المثقفين بمحافظة طرطوس، ومحافظة طرطوس بلد الشعراء، يعني بيقولوا بحلب بكل فنان مطرب، أنا بقول بطرطوس بكل بيت في شاعر، فعلا كتير عندهم. فمو سهل أنت تكوني موجودة بين هدول الناس، لأنه كتير بيقروا وكتير بيكتبوا شعر. فالتشجيع اللي عطوني إياه هو عطاني دعم أكثر، فكتبت حجر عقلي، نص اسمه حجر عقلي. مشاعر غريبة تجتاح أيامنا هذه، طقسنا ليس كالمعتاد، قلوبنا باردة اعتادت الموت، أعيننا ودعت الدموع من كثرة المواقف المحزنة، مزقنا دفتر الذكريات لا وقت للقراءة، فتحنا الأدراج المقفلة لا وقت لزمن قادم يشهد ما بداخلها. أي المشاعر نحن؟ نفكر، نخاف، نتألم، نسرع للضحك، ننام ربما نحلم، نستيقظ على خبر أحدهم ذهب رحلته إلى السماء، كلها مشاعر وأحداث تجعلنا في حجر عقلي وليس منزلي فقط. طيب رشا، يعني الحياة كلياتها ممكن تكون هي مثل ما قلنا منبع للواحد لحتى ياخذ منه افكاره، ويوميا الزلزال اللي مر مؤخرا اكيد اثر فيكي مثل ما اثر فينا كلياتنا، كيف حبيتي تعبري عنه؟ شو الطريقه اللي قلتي انا كيف بدي اخذها؟ بدي اعبر عنها، بدي اطمن الناس، ولا بدي اوصف شو شفت الحالات اللي مريت فيها؟ وخصوصا انه انت قلتي جمهورك الاول كان على السوشيال ميديا، وشفنا السوشيال ميديا للاسف
ساهمت بزيادة المشكلة بدل ما تخفف منها من خلال بوستات الخوف والهلع والترقب. كيف حبيتي تكوني موجودة بهذا الحدث بألمك ورأيك وأفكارك؟ هلا هون قبل ما أنا أدخل كان في طبيبة نفسية، فكنا نحن عم نحكي نحن شعب تعود على الصدمات، يعني في فقد قبل، في صراعات، في قصص. نحن شعب يعني نحن كشعب سوريا ما فينا أي قصة تكون عادية بالنسبة لنا. للكورونا كانت عادية لأنه نحن بلد عم بيعاني من حرب، كان ميدان وبعدين حرب اقتصاد، وبعدين بدنا نحكي على قصة كمان الزلزال. نحن شعب منهك متعب، يعني حتى أنا بالكلمة عندي صمت، صار عندي صمت بالحدث، صمت بال ما عاد في أحداث بصراحة. يعني صار في يأس مع بعض الأمل اللي هو ممكن تاخديه أنت من مكان ما. قبل ما تصير الزلزال كتبت نص ممكن أقرأ، كتبت: جاءت الكهرباء، انبعثت الأصوات حولي، لم يطرق الباب، أنا لم أفتحه، من إذن؟ إنها الآلات الكهربائية عادت للحياة، البراد حيث عادت الأشياء بداخله تتحاور، الغسالة أيضا تابعت رحلتها التي توقفت لساعات، والبطاريات التي تستعجل تخزين الكهرباء لإنارة ما حولنا، وإن غطت عتمة الروح على كل شيء. محادثة مع أحد الأصدقاء حمل لي سلام طبيب ألماني يدعى هولاين، قال لي إنهم يتابعونني من الخارج. رحلت الكهرباء بعد ربع ساعة فقط وعاد الصمت لكل شيء، لكن هناك شمعة اتقدت بداخلي، فهناك نور من مكان ما. فعلا الزلزال قد ما عمل يعني قصص وكوارث، حرك شيء جواتنا، حرك الخير، بين قد ايه يعني الناس كانت عم بتمر بحاله صمت، بحاله عزله. يعني نحن طلعنا من قصه الكورونا، فتنا بالعزله الاقتصاديه، يعني الناس بعدت عن بعضها بسبب الضيقه الماديه ممكن، ولكن قد ايه الصوره اللي هي ما كانت ابدا مفبركه. الشعب السوري اللي حتى من خلال التغطيه الاعلاميه تشوف انا الناس اخذي اطراميز الزيتون عم بتقدمه، فهذا الشيء خلى الحياة تكون قد ما كانت الكارثة كبيرة. أكيد هون بنقول الرحمة لضحايا الزلزال والشفاء للمصابين، وأكيد كان الله بعون المنكوبين، ولكن في شيء صار، في شيء صار إنه تغيرت الصورة، صار في شيء أفضل، كمان الدعم اللي لقيناه من الدول، يعني هذا الشيء أعطانا طاقة. فدائما قد ما كان في حزن في نور، دائما في نور بمكان ما. فأنا عبرت على حالة الزلزال الحقيقة بكيف ما بحسها، يعني أنا ما بكتب، لا يعني أنا ما بقرر أكتب، أنا بكتب باللحظة اللي بحس فيها. كتبت هزات ارتدادية، طبعا الهزة اللي صارت تاني وحدة مو أول وحدة، هاي اللي قالوا عنها ارتدادية وطلعت زلزال. كتبت: فنجان قهوتي خرج عن سيطرتي، الأرض ترتجف تحت قدمي، مسمرة أنا، ضاع الكلام، طفل، أين طفلي، حافي القدمين أتى، خائفا بعد الخبر نام. يعني بكتب القصة مثل ما هي الحقيقة. أنا شخص بطبيعتي هادئ، شخص بطبيعتي حالم، دائما عندي أمل، فلا حاولت هدي من الناس، اكتب وقول إنه لازم نتابع حياتنا بشكل طبيعي، لأنه لازم يكون في إيمان بالله. يعني حتى هلأ الوصفات العلاجية عند الأطباء إنه نحن لازم يكون عنا عقلانية وإيمان بالله، يعني هي دخلت بالوصفة كمان، مو إنه بس نحن حكي عم نحكي، لازم كتير نتسلح بالإيمان والأمل. وبالاخير نصيب، كل شيء نصيب بالحياه، الموت والحياه. فيعني كتبت هي، فكمان كتبت كمان مقطع ثاني اسمه: بين الزلزالين نحن، بين الزلزالين نحن، الاول جعلنا في غفوه لم نصحو منها وبها كان كل شيء، فقد ونزوح ودمار وفقر وضياع، وزلزال اخر معه نهضنا بكل ما فينا هربا لربما ننجو، وعلى بعد امتار كان الحزن ينتظرنا برحيل من نعرفهم ومن لا نعرفهم، فنحن غرباء لكننا أقرباء من وطن واحد، وأمام أعيننا وجدنا الخير، فنحن من اعتدنا وتعودنا أن نقتات من خبز الحمام، قسمنا الرغيف وبالله استعنا. تمام رشا، يعني ذكرتي ببداية مشوارك أنه كنت فاقدة أخوك قبل ما تبدي مشوارك بالكتابة والشعر. نعم. خبرينا اليوم الشاعر أو الشخص اللي بده يكتب شعر اليوم عن الفقدان، قديش ممكن يوصف الحالة أكثر، يوصلها بصدق وإحساس إذا كان فعلا عايش هاي الشعور؟ أكيد، يعني الحقيقة الكتابة كلياتها هي حالة ألم، يعني ما بتجي غير من حالة ألم، فقدان، ممكن فقدان حدا من العيلة، ممكن فقدان حبيب. دائما بيقولوا اللي بيحبوا كتير بيكتبوا شعر. صحيح. أنا ما بكتب كتير عن الحب، ولكن الفقدان هو المحبرة بصراحة، الألم هو محبرة الكاتب، هاي برأيي. أنا شخص ما بكتب غير بالحزن، يعني الحزن أو لحظة بدها تستفزني تكون شعور إنساني معين، أما لا وقت بكون فرحاني ما بكتب.
فالفقدان والحزن هن من أهم عوامل اللي بتحفز الشعر والقصيدة. أكيد رشا، اليوم الإعلامي، كل إعلامي أو صحفي سواء بجريدة أو بموقع أو حتى بالتلفزيون أو بالإذاعة بيميزوا عن زميل له هو طريقة تعبيره عن الحالة، مفرداته اللي بيستخدمها، طريقة تعامله مع الحدث. اليوم خلال الفترة الماضية كل مراسلين كانوا عم ينزلوا تغطيات مباشرة بأحداث متعددة، وأنت جزء من برنامج مهم يوميا على شاشة الفضائية السورية، برنامج مراسلون اللي بينقل أحوال المحافظات السورية من خلالكم، طبعا كل واحد بمكانه. بالأوقات العادية اللي الناس ممكن تقعد بالبيت وتقول أنا ما بدي أنزل، ما بدي أطلع هلأ في مثلا موجات حرارة عالية أو في قذائف أيام الحرب أو في نحن كنا المفروض نكون موجودين بالشارع وهذا أداء عملنا واجبنا، فما كان عنا اختيار، بالعكس كنا عم نقرر أنه ننزل نأدي واجبنا. مريتي أكيد بظروف كتير أمام الكاميرا، قدي ساعدك حسك خليني أقول بالشعر والكتابة بأنك تعبري بطريقة معينة وتستخدمي هذا الشيء بأسلوب لك بمهنتك؟ أكيد هلأ أي مادة إعلامية هي بدها تكون الحرف هي اللبن الأساسي لها، يعني التحرير هو الشيء، حتى بالوقت نحن بنعمل دورات اعلام بيكون التحرير هو قبل كل شيء او متابع مع كل شيء، صحيح. يعني ما فينا نحن ننكر هاي القصه، بده يكون واحد عنده هاي القدره على الكلام، القدره على رسم الصوره، على نقل الصوره، هذا اللي بيميزه كل واحد عن الاخر بصمته الخاصه. نعم كمان. وكمان اذا بدنا نحكي عن قصه الاعلام انه انت بدك تنقلي الصوره بحياديه مثل ما هي، اما بالادب انت بدك تدخلي احساسك شعورك ما يكون بطريقه فج كثير، ولكن لازم يكون في احساس وشعور. اكيد احساسي وقدرتي على الكتابه اذا بدنا نقول اعطاني اكثر امام الكاميرا، ما فيني انكر، يعني من خلال الحوارات، من خلال المقدمات، الختام، ولكن لا دائما العمل الاعلامي بده جمل مفيده، يعني تكون جمل مختصره كثير وتقدر توصل المعنى، ما بيقبل الاستفاضه اذا كان مراسلي او شيء، بس لا اعطاني طبعا السليقه على الكلام، القدره على الكلام، هذا الشيء قدم لي كثير، عم ياخذني كمان على مكان بعيد، يعني هلا حابه بصراحه كمان خوض تجربه السيناريو، لانه انا بقدر اكتب قصه، بقدر اكتب روايه، حلو، ممكن كمان اكتب سيناريو، فعم ياخذني على ابعد ما انا عم اتخيل فعلا، وانا من الاشخاص اللي بس اكتب شيء باخذ فيه، يعني انا كتبت الامل مثلا بالشعر، بكتب الامل بكون ثاني نهار رحت على الشغل بهيك نفسية أفضل، فالشعر الكلام عم يعطيني طاقة كتير كبيرة، يعني أنا بصدق اللي بكتبه دائما. فأنا كتبت مرة، كتبت أنا قاعد لا أكذب، أقول لنفسي الأمل لا أكذب، أنتظر قليلا لكني لا أكذب، رسمتك لونتك وكل شيء ما أجملك، انتظرني من الرحلة قليلا متعبة، انتظرني أيها الأمل. حتى الأمل قلت له انطرني، لأنه بلحظات نحن فعلا مرينا بحالة يأس، لازم نعترف أنه نحن ظروف ضاغطة، يعني فعلا نحن عشنا كشعب سوري في حرب الميدان، الحرب الاقتصادية، كمان الكورونا، كلها وراء بعضها، ولكن دائما كنت أعطي لحالي الأمل، فوقت أعطي لحالي الأمل بالكلام لقيتها ننهار الصبح، ودائما نحن وقت من في الصبح منشوف الشمس بيكون عندنا أمل أفضل، يوم أفضل. خبرينا في أوقات معينة أو ظروف محيطة بتساعدك لحتى تكتبي شعر؟ اليوم في كثير اشخاص مثلا بيحبوا يكتبوا باجواء الطبيعه، بالبحر، ممكن الصبح مع فنجان قهوه. انت اليوم كرشا شو الاوقات اللي ممكن تكتبي فيها؟ لا ما بكتب، يعني ما عندي اوقات معينه، يعني انا يوم الزلزال الاول مثلا كتبت هزه ارضيه حدثت من قلبي الحلم استفقنا، اصوات الدجاج تعالت، في سوريا هزه ارضيه حدثت، فانا كتبتها، فحدا صار يبعث لي على الخاص هلا وقت الشعر، يعني هلا وقت الشعر، قلت لهم مو وقت الشعر، يعني انا هلا عم وثق، يعني فورا حسيت بالقصه كتبتها، ما بكتب مباشرة. انا ما يعني انا ماني كاتب، يعني بنرجع بنحكي رغم انه اليوم الاستضافه اني انا ماني كاتبه منذ الصغر، الاحداث هي اللي حفزت عندي الموضوع، فانا شو بحس بكتب، ممكن اكون طالعه بالسيرفيس بكتب على رؤوس اقلام، او عم اجلي بترك الجلي وبروح بكتب كلمتين، ممكن بعملها وبرجع بكفي بقى القصه، يعني لا هي بتجي عندي شو الاحساس اللي بحسه، ممكن كلمه، ممكن حدا يقول لي كلمه، مثلا محادثه بين احد الاصدقاء، اي شيء بحفزني اني انا اكتب، بس بده يكون في حدث يستفزني اكثر. اكيد يعني رشا ام
ومعدة مقدمة برامج مراسلة وأيضا موهبة بالشعر والكتابة، كلهم اليوم كانوا من حصتنا وحصة مشاهدي صباحنا غير. بدنا نشكرك على وجودك معنا، نتمنى لك التوفيق، ونحن سعيدين أنه اليوم كنتي معنا كضيفة ومو بس زميلة بالتلفزيون وأيضا ضيفة. شكرا كثير لك. شكرا كثير لك أكيد، وشكرا لك سلمى، وشكرا لك هايدي وللإخبارية السورية على هالمساحة اللي أعطتني إياها اليوم لحتى نحكي عن الشعر وعن الكتابة. فعلا هي الكتابة شيء كثير حلو، يعني مريحة للإنسان، بيفرغ طاقة أكيد، بتتطور الأمور دائما. اليوم نوجه رسالة لكل حدا، للنساء للسيدات اليوم باعتبار نحن شهر آذار أعياد المرأة وعيد الأم، بعايد كل السيدات وبعايد والدتي أيضا، وبقول أنه دائما نروح بطريق وما نخاف، يكون عندنا الجرأة وبكل الأحداث وبكل الظروف ما نخلي الحياة، نحن نكون نحن والوقت لنصنع أشياء جميلة. الحياة كل يوم يعني هي فرصة جديدة، ما نخلي دائما أي شيء يعكر صفونا، ودائما الأشخاص اللي نجحوا بحياتهم هن أشخاص عملوا فصل بين الواقع وبين هن بيطمحوا فيه. وأنا فعلا عم بقدر كفي طريقي وعم كون وين ما بدي، عندما قلت تجاوزت هول الأحلام فعندما أقرر أحقق. فدائما لازم نحن اليوم رسالة لكل اللي عم بيتابعونا، نقرر ونحقق الحياة حلوة إن شاء الله بالأهداف وبالأحلام. شكرا كثير لكم. شكرا كثير لك رشا.